بينما الطرد التونسي ومشكف العقاب الحكم عند مش يقع تغيير نتاع اللاعب الترجي يعطي اشاره اللاعب اذا ما فماش تغيير. تمشي زولولو طليق زولولو وحده ترجع له ثم والحكم عن ضربه الجزاء. فين ضربه الجزاء هذه؟ نعاود نشوفوها. طيب تيبوبو الدقيقه 25 نعاود نشوف العمليه. اذا اعتقد يلوج في الفرصه الاولى بس يعطي ضربه جزاء. هاي كيف التسديد بتاع اللاعب الانجولي وتشفيق من اللياقه الرسميه من فريق الانجولي طبيعي. لاعبي الترجي يحتج على عملية ضرب الجزاء. هاي هنا التغيير ما حبش يكون عليه الحكم. شوفوا في ظهر زعايدي زعايدي بظهره والحكم سيصيب بولا على ضرب الجزاء. دقيقة 25 اذا جرب المعزه الاولى نتاع الهدف اللي كان فيه تعتبر واضح في هذه المره. السيد تيبو لان عن ضربه جزاء صالح الفريق الانجولي. هذا ما نخشاه في المباريات على المستوى الافريقي ان التحكيم يكون منحاز تماما للفريق المحلي. واكيد هذا ما شرفش كرة القدم الافريقية بتاتا باعتبار هذه الصور تتنقلها العديد من التلفزيونات. طيب في الشبوك رئيس الترجي كيف يدخل الميدان يطلب من اللاعبين الهدوء. المطلوب توا شكر لاعب يعمل كل مجهوده بس يتصدر لضربة الجزاء لان تسجيل هدف ثاني يعني التعادل بين الفريقين في النتيجه بين الذهاب والاياب وتقدم الفريق الانجولي للحصول على كاس افريقيا. إعادة العملية عشيش رقم 8 باش يكون التنفيذ ضربة الجزاء. الحكم يطلب من اللاعب عشيش بس حط الكرة في مكانها. شكرا يا عارف وري المكان التنفيذ ثم مش هذاك. النتيجة حاليا تقدم من فريق الانجولي بهدف مقابل صفر.
عسير تشوف الواعر عسير يعطيك الواعر يعطيك الواعر برا طيب ابو سكريار هيا ابو سكريار سكريار كيف الملعب يتمكن من تحويل الكرة من خارج الميدان وتكون ركنية ركنية إذا لسان الفريق الأنجولي إذا طارق الجيش يبقى دائما محافظ على حدوده سكريار كيف الملعب والحكم يشوف هذه عاد العمليه يشوف سكريار بيده اليمين يخرج الكره راسي شاب من افريقيا راسي شاب من افريقيا حضرت له البينالتي نتاع اليوم الجديده بحضرها من الباب نقصت له على اليسار جبتها البارح عملنا دي سيونس تاع دي بينالتي مشيت لهم كل على اليمين سبيسيالمون الاولاد كل مره يشوطوا على اليسار ما يشوطوا على اليمين شده على اليمين شده بعد كي نمشي على اليسار يشبدلوا على اليمين مركيوها معناتها في بالي اللي لونترنور نتاعهم يتبع فينا من فوق امبارح سيونس كامله نمشي على اليمين على اليمين على اليمين عملت حساباتي باش كان جاب بلانتي ولا قدر في ماتش سي سي باش يقول جوار على اليسار بلوس كالكارد يمشي على اليمين تفهم فيا حضرت له البينالتي نتاع اليوم الجديده حضرها من الباب